صباح الخير عليكم. طبعا في 9 أكتوبر الماضي كان ميعاد انطلاق فعاليات معرض تراثنا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. شارك العام ده في المعرض 5 دول عربية وأكثر من 1000 مشروع تراثي وفني من مصر، غير أنه كمان خصص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة. احنا في 8 الصبح قررنا نعمل جولتنا في معرض تراثنا، يلا بينا تعالوا معايا. طبعا دلوقتي احنا في معرض تراثنا، معرض جميل جدا وكل الناس اللي فيها جميله، زي مثلا عندنا 5 دول زي السعوديه والسودان والاردن وكل الحاجات اللي موجوده في معرض تراثنا. معانا وليد الشافعي مدير اداره التسويق الالكتروني، اهلا وسهلا بيك منورنا. اهلا وسهلا، منورين بيك. طب يعني في البداية كده حابين نعرف أو عاوزين نتكلم عن دورات التدريبية اللي بتتقدم للشباب علشان يبتدوا في المشروعات دي. احنا كجهاز تنمية المشروعات بيتم من خلاله مجموعة من الخدمات، بيبقى فيه خدمات مالية وخدمات غير مالية. معرض تراثنا يعتبر من ضمن الخدمات الغير مالية لتسويق منتجات المشروعات على مستوى الجمهورية جميعا، من ضمنها مشروعات حرفية وتراثية، وكل المشروعات اللي بتبقى متواجدة هنا بتبقى مشروعات هاند ميد، وده بيبقى منفذ ونفاذ للأسواق العالمية بالنسبة للمشروعات. عندنا برضو مجموعة من التدريبات والخدمات اللي احنا بنقدر نقدمها من خلال وحدة تطوير الأعمال، بيبقى فيها السنة دي قدمنا حوالي 17 خدمة بما فيهم ان احنا بنعمل لوجو للمشروعات، بنديهم استشارات في التسويق، بنديهم استشارات في الاعمال، بنديهم موقع الكتروني مجاني، بنعمل لهم تصوير للمنتج، واهم حاجة اللي هو تصوير المنتج ده، والتصوير بيبقى ده العامل الاساسي لعرض المنتج على صفحات السوشيال ميديا ومنصات التجارة الالكترونية. بنتم من خلاله تدريبات، بتبقى تدريبات اونلاين او تدريبات فيزيكال، والتدريبات دي بتبقى على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات وكافة المشروعات. طيب ايه الشروط والاسس لتمويل المشروعات؟ يعني الشروط بتنطبق على الشباب او الخريجين اللي هو بيبقى مخلص جيش مثلا ومعاه الاعفاء او معاه ان هو انهى الخدمة العسكرية بتاعته، بيبقى سنه من 21 سنة، بيبقى عنده الاهلية القانونية، وبيبقى بيتوجه لمكتب الجهاز بالمحافظات، بيقدم من خلال المكتب دوت المشروع بتاعه. في حاجة نقطة مهمة في موضوع المشروعات برضو، ان هو لو ما عندوش فكرة مشروع، احنا عندنا في ريادة الاعمال بنقدر نقدم له فكرة مشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بنقدم له مقترحات وبنشوفه هل هو محتاج تطوير للمشروع او محتاج فكرة من الاساس، فنقدر نبين له الافكار الموجودة ويقدر يخش بها اسواق العالم. تمام. يعني طب ازاي كده التعامل مع اصحاب المشروعات من القرى والمراكز مبادرة حياة كريمة؟ احنا عندنا جهاز يمتلك 31 مكتب على مستوى الجمهورية، فالمكاتب بيبقى فيها مسؤولين للخدمات الغير مالية بيبقوا يعتبروا متواجدين في وسط المشروعات، فبيقدروا يحددوا احتياجات كل المشروعات اللي بتبقى موجودة. حياة كريمة احنا خصصنا لهم جناح خاص هنا موجود في تراثنا، والجناح بيبقى فيه مجموعة من المنتجات المتميزة بالنسبة لتحدي الإعاقة أو بالنسبة اللي هم المشروعات اللي هي حياة كريمة اللي هي محتاجة دعم من الدولة، وإحنا كجهاز بندعم كافة المشروعات من خلال التمويل ومن خلال الخدمات الغير مالية. طبعا معانا كمان يعني معانا دكتور محمد مرسي مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأليوبية. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ تمام والله، الحمد لله نورتونا. والله يعني قدر منور بينا والله. ربنا يخليك. طيب في البداية كده عاوزين نتكلم عن فعاليات معرض تراثنا والكواليس والتنظيم.
هو معرض تراثنا دورته الرابعة السنة دي إن شاء الله بإذن الله. يميز المعرض السنة دي إن عدد العارضين 1116 عارض. برضو أحب أقول إن نسبة مشاركة المرأة بتوصل ل 70% من عدد العارضين. المعرض ضمن سلسلة الخدمات الغير مالية اللي بيقدمها جهاز تنمية المشروعات. جهاز تنمية المشروعات بيقدم نوعين من الخدمات، خدمات مالية وغير مالية. ميزة الخدمات الغير مالية هي الدعم اللي بيقدمه للجهاز لجميع أنواع المستفيدين من الجهاز، سواء تدريب أو تسويق لمنتجاته. المعرض السنة دي طبعا حضرتك عارفة أنه كل المعرض بيبقى مركز على الصناعات الحرفية والمنتجات التراثية. معانا طبعا بيشارك حوالي 5 دول، هي السعودية والأردن والإمارات وليبيا والسودان. معانا جناح لحياة كريمة بعدد 20 عارض. معانا برضو مشاركة لذوي الهمم بعدد حوالي 40 عارض. مشاركة الجمعيات الأهلية باختلاف أنواعها. وحضرتك شايفة الإقبال الحمد لله السنة دي، وكل سنة بيبقى فيه إقبال غير مسبوق عن اللي قبلها. يعني دايما كده معرض تراثنا للاحسن. تمام ان شاء الله باذن الله. فيعني عاوزين نعرف تفاصيل مشاركه 5 دول عربيه وكمان برضو الاكثر من 1100 مشروع. احنا دايما كل سنه بيبقى في مشاركه من الدول العربيه، يمكن السنه دي العدد زاد على اساس ان احنا ده بيبقى في تبادل تجاري بيننا وبين ال5 دول دول. نفس العارضين ونفس المنتجات التراثية والحرفية بنوديهم هناك المعارض اللي في ال5 دول، فبيبقى في تبادل بالنسبة لنا، وكله في النهاية بيرجع لصالح العميل النهائي أو صاحب المشروع الصغير. الإفادة في الأول وفي الآخر لأصحاب المشروعات الصغيرة. طيب يعني بشكل خاص كده عامة ممكن نتكلم عن شركة أبطال حياة كريمة في المعرض السنة دي؟ هو بص حضرتك، شركة أبطال وخلاف الشركات كلها هي مساهمات من جميع الشركات على مستوى الجمهورية لوضع بصمتها داخل المعرض. المشاركات مع المجتمع المحلي دي بتخلق نوع من أنواع المساهمة داخل المجتمع المحلي، وبتعرف الناس بشغل التسويق وشغل المعارض وشغل الحرف التراثية. ويمكن احنا الفترة اللي فاتت قبل ظهور معرض تراثنا في دورته الرابعة وقبليه 3 دورات كانت إشارة من الرئيس الجمهورية على أساس أن الحرف التراثية كانت داخلة على مرحلة الاندثار أو الاختفاء، فيمكن المعرض بمساهمته على أساس أنه يحافظ على الحرف التراثية دي من ضمن الآليات الدولة، يعني لحفاظ الحرف التراثية. طبعا معانا من احد المشاركين في معرض تراثنا، طبعا احنا دلوقتي في جناح مؤسسه حياه كريمه، وتعالوا مع بعض نعرف يعني مؤسسه حياه كريمه بتعمل ايه، وبتعمل حاجات جميله جدا يا جماعه. شايفين طبعا حاجات جميله وسجاجيد من الحرير وحاجات جميله جدا جدا. طبعا في البدايه كده عاوزين يعني تكلمنا عن منتجاتكم وامتى ابتديتوا فيها. بص اولا دي سجاده ذو حرير طبيعي، وفي صوف على حرير، ده منتجنا اللي احنا بننتجه. احنا عندنا الكاره بتاعتنا بتشتهر بالشغلانه دي من واحنا اطفال، الطفل بيطلع من قبل ما اخش المدرسه كمان يطلع يشتغل فيها، والحمد لله كارتنا كلها مشهوره ان محدش بيطلع يشتغل بره، شغلنا كله في قلب بيتنا على النول ويشتغل، وده منتجنا زي حضرتك شايفه كده الحمد لله. تمام، دي حاجه جميله قوي. طيب تجربتك او تجربتكم مع معرض تراثنا. انا اولا يعني انا بشكر من خلالكم مؤسسه حياه كريمه ان هي ادتنا فرصه ان احنا نعرض شغلنا. يمكن انا كنت قبل المعرض ما كانش عندي فرصه ان انا احضر المعرض خالص، لان طبعا حضرتك زي ما عارفه المكان. وحضرتك اول مره تحضر معرض؟ انا لا، دي تاني مره ليا احضر معرض تراثنا. تاني مره بس مستحيه كريمه المره دي ادتني الحمد لله فرصه ان انا اطلع وارد شغل زي حضرتك شايفه كده، والحمد لله يعني المصنع الوحيد بتاعنا اللي حضر الافتتاح الحمد لله بقى. طيب ايه رايك في التجربه دي؟ لا تجربه الحمد لله ناجحه جدا، والحمد لله يعني تكفي ان هي معرفاني على العمل اكتر، ان احنا اقدر اسوق شغل اكتر، والحمد لله يعني جالي طلبات كتير، فبنشكرهم بخيالكم جدا. طب يعني عاوزين نعرف ازاي الدوله بتدعمكم انكم تشاركوا في المعرض. يمكن في الفتره الاخيره الحمد لله الدوله بدات تتجه ان هي وفرت لنا الخامات، يعني بتوفر الحرير الطبيعي، لان طبعا غلو وارتفاع الاسعار بالدولار، فالدوله بدات توفر لنا الخامات، ومن الناحيه الثانيه برضو بداوا يوفروا لنا ان احنا نطلع المعرض نعرض شغلنا. الحمد لله مستر حياه كريمه طلعتنا برضو هنعرض شغل زي حضرتك شايفه كده يعني قدام الناس كلها. يمكن كان شغلنا احنا زي ما تقولي كده كان مدفون،
الحمد لله ظهرنا دلوقتي هنا شغلنا والناس كلها شايفه شغلنا الحمد لله ومعجبه بيه جدا. يمكن معالي رئيس الوزراء لما جه شاف الشغل انبهر بالشغل بتاعنا وقال يعني مش مصدق ان الشغل ده موجود في قلب مصر هنا. طبعا ورجعنا لكم تاني ومع معرض تراثنا والمشاركين اللي معانا من معرض تراثنا. كلمينا عن المنتجات بتاعتك وامتى ابتديتي فيها؟ انا اسمي دعاء من محافظه المنوفيه، برسم فني تشكيلي وبعمل اكسسوارات، برسم بقى بكل جميع الخامات. دي تاني مره اشارك السنه دي في معرض تراثنا. تاني مره، الله اكبر. طب ازاي بقى ابتديتي فيها؟ انا من زمان قوي وانا بحب الرسم بس طورت فيه اكتر من حوالي 5 سنين ان شاء الله. طيب تجربتك مع معرض تراثنا، ايه رايك في التجربه؟ ولا انت جيتي المره اللي فاتت ولا اول مره؟ احكي لنا كده. لا هي دي تاني مره ليا اشارك السنه دي. تاني مره. جميل جدا وبنعرض فيه شغلنا والناس بتتفرج عليه وبينبسطوا بيه اكتر وهو جميل يعني بصراحه. طب ايه رايك في التجربه؟ حلوة جدا ومبسوطة جدا ان انا مشاركة معاهم في وسط 1500 عارض كله هاند ميد وشغل حلو جدا. طب انت حاسة انك عايزة تعملي حاجات تانية اكتر ولا كده كفاية؟ لا ان شاء الله احسن، في تطورات كل سنة بعمل حاجات جديدة. ازاي الدولة يعني بتدعمك؟ هما بيساعدونا في ان احنا ناخد الجناح ده بيبقى مجاني لذوي القدرات. ايه احلامك وطموحاتك في اللي جاي؟ ان انا اطور من نفسي اكتر واني اسوق شغلي برضو واني يوصل لكل الناس وكل الناس تشوف. اهلا وسهلا بكم ورجعنا لكم تاني مع مشاركين ومعرض تراثنا. تعالوا يلا بينا نتكلم مع حد من المشاركين معرض تراثنا. في البدايه كده يعني عرفينا عن نفسك. انا حسناء طلعت من سوهاج، احد المشاريع المشاركه في البوث بتاع رواد النيل. احنا هنا كلنا 5 مشاريع محتضنين في مبادره الانكيوبيتر بتاعه رواد النيل برعايه البنك المركزي. المشروع بتاعي اسمه كيمن او خيمن، احد اسماء اخميم القبطيه القديمه. احنا بنهدف فيه انه احنا نحيي او نعيد احياء التراث الاخميمي ونساعد النوالات والنوالين ان هم يرجعوا يمارسوا المهنه ويعيشوا حياه كريمه باجور عادله ونحافظ على تراث اجدادنا يعني. فبنطلع منتجات لوكسجري صديقه للبيئه. حلوة. شكرا جدا والله. تكلمينا عن منتجاتكم وامتى ابتديتوا فيها؟ احنا المنتجات بتاعتنا كلها نول يدوي بجوده عاليه وفينش عالي، بتعملها نوالات ونوالين من سوهاج في خميم بايديهم. فهدفنا هنا ان احنا الحاجه تطلع بفينش يقدر يتصدر بره مصر. وكمان بنشتغل يتصدر فعلا؟ احنا في يعني اوردر طلعت في المرحله بتاعه الام في بي، 2 شال طلعوا ايطاليا من ناس كانت في حاجات زي معارض او حاجات زي كده يعني. ويعني الام في بي بتاعنا ان احنا برضو النسيج اليدوي او النول اليدوي ده بنطلع منه منتجات فاشون بقى، بليزرات، كارديجنز، سوت وحاجات زي كده هاند ميد. هي مش موجوده النهارده بس ان شاء الله يعني هتبقى في الكوليكشن بتاعنا على الويب سايت اللونشنج الفتره الجايه. احكي لنا بقى على تجربتك مع معرض تراثنا. التجربه الصراحه مفيده جدا جدا جدا. انا هنا بالنسبه لي كستارت اب بدرس السوق، فمبسوطه جدا ان اتيحت ليا الفرصه اني اشوف الناس ارائها ايه وايه اللي محتاجينه والناس بتعرفنا اكتر طبعا. وهنبدا اللونشنج بتاعنا ان شاء الله في الويب سايت وناس عدد حلو عارفنا الفتره الجايه. هو انت اول مره تيجي المعرض ده ولا جيتي قبل كده؟ لا لا الصراحه اول مره وحقيقي مستفيده جدا، احنا كلنا اول مره يعني. عجبتك التجربه صح؟ جدا جدا. لو تكرريها تاني؟ ان شاء الله اكيد، ان شاء الله المره الجايه بقى اكون اكبر وجايه بحاجه طيب. احسن. طيب ازاي الدوله بتدعمك انك تشاركي في المعرض؟ هي اصلا وفروا لنا البوثز بشكل حلو جدا والخدمات اللي كانت متوفره ان البوث يطلع باحسن شكل ممكن. ده بجانب ان التنظيم يعني متعاون جدا جدا جدا، ويعني لو احتاجنا اي حاجه بنلاقيهم دايما موجودين يعني. كفايه التشبيك اصلا يعني، انا عملت كميه علاقات هنا مفيده يعني كتير وكبيره جدا.
كلميني عن تجربتك في معرض تراثنا. انا اول مره اشارك في معرض تراثنا. اول مره اشارك. ف قام جهاز تنميه المشروعات بدعوتنا ان احنا نشارك في المعرض، وشيء جميل الصراحه. شايفه التجهيزات حلوه وفي اقبال من الناس، وفي يعني في حاجات معروضه جميله. بس احنا يعني انا بنتكلم عن نفسي، انا عملنا اخذت دورات تدريبيه كتير، يمكن 4 5 دورات اخذتهم. بس اي مؤسسه بتيجي تعمل معانا دوره تدريبيه بتيجي وتسيب، يعني بتدينا الدوره، بناخد الدوره التدريبيه وما ما بيكملوش معانا. انما مشكورين جهاز تنميه المشروعات، دعانا عشان ان احنا نعرض الشغل بتاعنا، يعني دعانا في المعرض. فده شيء جميل ان احنا نشتغل ونلقى مكان نسوق فيه شغلنا. تمام. ايه رايك في التجربه دي؟ لا، تجربه جميله طبعا. تعرفت على ثقافات كتيره، منها الدول العربيه والمحافظات، يعني وشفت شغل، يعني شغل جديد عليا. ده طبعا هيضيف لي اضافه حلوه، ان انا لما ان شاء الله السنه الجايه لما اشارك باذن الله هيكون يعني هندخل شغل من الحاجات اللي احنا شفناها دي. تمام. على الشغل البدوي. طيب ازاي الدوله بتدعمك انك تشاركي في المعرض ده؟ هو جهاز تنميه المشروعات الصراحه وموفر لنا الاقامه وموفر لنا كل شيء. الدعم ان هو اكيد ان هم ادونا فرصه ان احنا نشارك، ده اهم شيء ان احنا نشارك ونعرض الشغل شغل الجنوب او الشمال. طبعا ورجعنا لكم تاني في اخر جوله في معرض تراثنا. طبعا احنا دلوقتي في جناح الاردن، حاجه جميله جدا وحاجه تشرفنا. في البدايه كده كلمينا عن المنتج وعن يعني ابتديتوا فيها امتى؟ احنا شركتنا ابتدينا فيها من 4 سنين. تمام. هي لمنتجات باملاح وطين البحر الميت زي ما انت شايفه. عندنا ماسكات للوجه، ماسكات للجسم، طين بحر ميت، منتجات ترطيبيه ومقشرات وزيوت طبيعيه كلياتها للبشره، بتساعد البشره، بتعالج اي مشاكل جلديه موجوده بالبشره وبترطب البشره للانسان. يعني عاوزين نعرف تجربتك مع المعرض. احنا الحمد لله هاي ثاني سنه نشارك بالمعرض، ما شاء الله اخواننا المصريين، يعني علاقه الشعبين المصري والاردني علاقه جدا جميله. الناس بيجوا انه احنا من الاردن فهم حابين يشتروا اشياء منتجات من الاردن، فيعني ما شاء الله ناس طيبه كلياتها هيك نفسها حلوه للمعرض. واحنا يعني قد ما انبسطنا المعرض الماضي حبينا هاي السنه نرجع نشارك معاكم التجربه. طب التجربه عجباكي حابه تكرريها ثاني ولا ايه رايك في التجربه؟ لا ما شاء الله عليكم، ان شاء الله كل سنه نرجع نشارك معاكم بالمعرض ان شاء الله. دلوقتي احنا بنختم حلقتنا، وعايزه اقول لكم زي معرض تراثنا احتضن الحرف اليدويه المصريه، كمان برضو بيحتضن الحرف اليدويه والحاجات الجميله برضو في المملكه العربيه السعوديه.